بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب البكالوريا شعبة سير اقتصاد، مرحبا بكم على قناتكم كوغ دي زادو مع دروس مادة المحاسبة. إذا أول درس اللي مقرر علينا في شهادة البكالوريا هو مدخل لأعمال نهاية السنة. هو درس نظري فيه مجموعة من المصطلحات والمفاهيم اللي راح تسهل عليكم فهم هذه المادة. لكن خوتي قبل ما نبدأ فضلت أني نستهل هذا الفيديو بمقولة رائعة جدا اللي تقول: من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. بمعنى بقوة البداية تكون روعة النهاية. ابدأ عامك الدراسي أخي بهمة عالية، آمن بهذه الفكرة وانطلق. إذن على بركة الله نبدأ بعناصر الدرس. إذن أول نقطة اللي راح نشوفها هو تعريف الجرد أو ما يسمى باللغة الفرنسية لانفونتير. ثانيا راح نشوفوا تعريف الجرد المادي او الجرد خارج المحاسبه. ثالثا راح نشوفوا شيوى الجرد المحاسبي. رابعا راح نشوفوا مخطط لنلخصوا فيه جميع مراحل الجرد. خامسا راح نشوفوا تعريف الاهتلاك بصورته النظريه، وفيما بعد في فيديوهاتنا اللاحقه ان شاء الله راح نشوفوه في صورته التطبيقيه. سادسا راح نشوفوا التثبيتات القابله للاهتلاك. خاوتي لازم ديما تتذكروا باللي الاهتلاك راهو كيخص التثبيتات، كاين تثبيتات تقبل الاهتلاك كما كاين تثبيتات غير قابله للاهتلاك. سابعا واخيرا راح نشوفوا طرق الاهتلاك. هنا ثاني خوتي راح ساكتفي فقط بذكرها، وفي الاعداد المقبله ان شاء الله راح نشوفوا كل طريقه على حده بدروس مفصله وبتمارينات محلوله. اذا نبدا بمقدمه. في السنه الثانيه ثانوي خوتي درسنا كيف ان المحاسب يقوم بتسجيل كل العمليات المحاسبيه اليوميه التي تقع خلال الدوره المحاسبيه، وذلك بالاستناد الى مجموعه من الوثائق. بمعنى خوتي أن المحاسب في الشركة وخلال السنة يقوم بتسجيل كل العمليات التي تقوم بها المؤسسة. وين يقوم بتسجيلها؟ طبعا راح يقوم بتسجيلها في الدفتر اليومي أو ما يسمى باليومية، وذلك بالاستناد إلى وثائق لنسميها بوثائق الإثبات. مثلا من بين العمليات اللي يقوم بها المحاسب في الشركة عندنا عملية الشراء، كاين مثلا عملية البيع، عملية إخراج البضائع من المخازن المؤسسة الى الخارج او العكس. لهنا باش يسجل هذه العمليات لازم وثائق اثبات. مثلا عمليه الشراء وثيقه الاثبات هي الفاتوره، عمليه ادخال البضائع الى مخازن المؤسسه يستخدم وثيقه ايصال وصل الادخال الى غير ذلك. بعد ما يقوم بتسجيلها في الدفتر اليومي يقوم بترحيلها الى دفتر الاستاذ. لهنا دفتر الاستاذ هو ما يعرف بحرف تي في اللغه الفرنسيه. بعد ذلك يقوم باعداد ميزان المراجعه قبل الجرد. سلسله هذه العمليات خوتي في المحاسبه تسمى بالاعمال الروتينيه للمحاسبه، نسميوها بالاعمال الروتينيه لانها تكرر بصفه يوميه. المرحلة الموالية بعد إعداد ميزان المراجعة قبل الجرد هي حساب النتيجة، ولكن إذا اعتمد المحاسب على ميزان المراجعة قبل الجرد فإن النتيجة عادة ما تكون بعيدة عن الحقيقة، بمعنى أنها لا تعبر عن الوضعية المالية الحقيقية للمؤسسة، مما يستوجب على المحاسب إجراء قيود التسوية لبعض العمليات التي أجريت خلال الدورة المحاسبية. هذه الإجراءات بمعنى قيود التسوية تعرف بأعمال جرد أو أعمال نهاية السنة. للتوضيح أكثر نقوم بطرح السؤال التالي: ماذا يقصد بالجرد؟ أعمال نهاية السنة أو التسويات؟ بمعنى خاوتي نقول الجرد نقول أعمال نهاية السنة ولا التسويات هي نفسها وعندها نفس المعنى. هي عادة عندنا في الصنف أو في قسم في شهادة البكالوريا قسم أعمال نهاية السنة دائما السؤال مطروح أنجز التسويات اللازمة. هذا اللي راح نشوفه في الأعداد المقبلة إن شاء الله. إذا نبدأ بتعريف الجرد. كما راكم تشوفوا خاوتي في التعريف، الجرد هو عبارة عن عملية محاسبية تتم في نهاية الفترة المالية، أي بعد القيام بإعداد ميزان المراجعة قبل الجرد واستخراج الأرصدة. إذا أول حاجة اللي رانا نشوفوا فيها باللي الجرد هو عبارة عن عملية محاسبية تخص المحاسبة تتم في نهاية الفترة المالية. درك الفترة المالية قدر تكون عبارة عن ثلاثي، قدر تكون عبارة عن سداسي، قدر تكون عبارة عن سنة مالية، هذا حسب المؤسسة والسيستم تاعها اللي تخدم به. درك احنا عادة في شهادة البكالوريا الفترة المالية تاعنا هي سنة كاملة، وبالتالي نهاية السنة عندنا هي 31 ديسمبر فيما اللي راح يتم القيام باعمال الجرد. درك اخوتي كيف يتم الجرد؟ تتم عمليه الجرد بمقارنه ارصده الاصول والخصوم المسجله محاسبيا مع ما هو موجود فعلا في المؤسسه. بمعنى انه الشخص المكلف بعمليه الجرد ينزل الى مخازن المؤسسه والى ورشات الانتاج وورشات العمل ليقف على ما هو موجود فعلا، ثم تاتي عمليه المقارنه مع ما هو مسجل محاسبيا، يعني العمليات اللي سجلها المحاسب خلال السنه. بعدها يتم تحديد الفروقات، يعني الفرق اللي راح يكون بين التسجيل المحاسبي وما هو موجود فعلا. بعدها راح يتم البحث عن أسباب تلك الفروقات. مثلا نقوم نفترض أن المحاسب سجل بضائع بقيمة معينة مبلغ معين خلال السنة، في نهاية السنة وجد أن جزءا من هذه البضائع قد أتلف بمعنى فسد. هذا راجع لعدة أسباب، مثلا ظروف التخزين ممكن غير ملائمة. المهم أن المحاسب سجل فرق،
بعد إثبات هذه الفروقات يقوم بإنجاز قيود التسوية الضرورية، والهدف من هذه العملية هو مطابقة ما سجل محاسبيا مع ما هو موجود في الواقع لنصل إلى نتيجة حقيقية تعبر عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة. وبالتالي خوتي هذا هو الجرد بصفة عامة. كما راكم تشوفوا هنا في العنوان قال لك أنواع الجرد، بمعنى أن الجرد عندنا نوعين، عندنا الجرد المادي والجرد المحاسبي. نروح نشوفوا مع بعضنا وش هو الجرد المادي. خاوتي نقولوا الجرد المادي ولا الجرد خارج المحاسبة هو نفسه، هو إحصاء وعد كل ما تمتلكه المؤسسة سواء في جانب الأصول أو في جانب الخصوم، ويسمى أيضا بالجرد خارج المحاسبة. لماذا؟ لأنه لا ينتهي بقيود محاسبية. نأخذ المثال التالي باش نزيدوا نفهموا أكثر. مثلا في بداية السنة 2000 أي سنة، قامت المؤسسة باقتناء بضائع بقيمة 60,000 دينار جزائري. في نهاية السنة 31 ديسمبر لاحظ المحاسب أن قيمة هذه السلع قد انخفضت إلى 50,000 دينار جزائري، وبالتالي انطلاقا من هذه الملاحظة سجلنا فرق بقيمة 10,000. راكم تشوفوا خاوتي هذه المرحلة اللي درناها ملاحظة واستخراج الفرق، هذا هي الجرد المادي. المرحلة الموالية هي الجرد المحاسبي، بمعنى الجرد المحاسبي هو مجموع القيود المحاسبية التي يسجلها المحاسب في الدفتر اليومي في اليومية. إذا انطلاقا من ميزان مراجعة قبل الجرد والمعلومات التي يقدمها لنا الجرد المادي، نقوم بعملية الجرد المحاسبي. مثلا انطلاقا من ميزان مراجعة قبل الجرد تبين باللي كانت هذه السلع في المثال السابق تسوى 60,000 دينار جزائري. انطلاقا من المعلومات اللي قدمها لنا الجرد تبين باللي انخفضت إلى 50,000، وبالتالي سجلنا فرق بقيمة 10,000. لهنا الجرد المادي. المرحلة الموالية هي الجرد المحاسبي واللي هو قيود التسوية. كما لهنا هو عندنا قيد اللي راح نسجله هو قيد خسارة القيمة. نروح خاوتي للعنصر الموالي اللي هو عبارة عن مخطط للخصو فيه جميع مراحل الجرد السابقة. إذا نقدر نلخصوها في 5 مراحل. المرحلة الأولى هي ميزان المراجعة قبل الجرد، يعني يقوم المحاسب بإعداد ميزان المراجعة قبل الجرد، ثم تأتي عملية أو مرحلة الجرد المادي. بعد الجرد المادي راح يجينا الجرد المحاسبي. انطلاقا من الجرد المحاسبي يتم إعداد ميزان المراجعة بعد الجرد، وعليه يستطيع المحاسب أن يقوم بإعداد القوائم المالية وتحديد النتيجة للمؤسسة. لنا خوتي حاولت نلخص لكم بعض التسويات المقررة علينا في شهادة البكالوريا، نذكرها كما يلي. أول تسوية هي كيفاش نديرو قيود تسوية الاهتلاكات ونقص قيمة التثبيتات. ثانيا راح نشوفو تسوية المخزونات. ثالثا تسوية عناصر الأصول الأخرى مثل الزبائن والقيم المنقولة للتوظيف. رابعا راح نشوفوا تسوية حسابات البنوك والمؤسسات المالية. خامسا راح نشوفوا تسوية حسابات الخصوم الغير جارية. وأخيرا راح نشوفوا تسوية الأعباء والمنتوجات. ننتقل الآن إلى العنصر الآخر وهو تعريف الاهتلاك. إذا خاوتي كما قلت لكم راح نشوفوا الاهتلاك فقط في صورته النظرية، وفي الأعداد المقبلة إن شاء الله راح نشوفوه بصورة تطبيقية من خلال تمارين محلولة ومفصلة. إذا تعريف الاهتلاك راح نعرفه بمثال بسيط. مثلا نفترض أن المؤسسة اللي نهضر عليها هي عبارة عن مستشفى، قام بشراء سيارة إسعاف وذلك في بداية السنة بمبلغ 500,000 دينار جزائري. في نهاية السنة لاحظ المحاسب أن قيمة سيارة الإسعاف نقصت أصبحت 400,000، وبالتالي سجل فارق بقيمة 100,000 دينار جزائري. درك هذه 100,000 دينار جزائري تعبر عن نقص قيمة التثبيتات، وهذا ما يعرف بالاهتلاك. نروح لتعريف الاهتلاك، هو استهلاك المنافع الاقتصادية المرتبطة بأصل عيني. كي نقولوا الأصول العينية هي الآلات الإنتاجية، وسائل النقل، والمعدات والأدوات كما تشوفوا في الصور. أما كي نقولوا الأصل المعنوي هو الذي لا يرى بالعين، كما برمجيات المعلوماتية للوجيسيال، الامتيازات والحقوق مثل براءات الاختراع. واحد اختار حاجة مدينا له براءة اختراع، هذه لا ترى بالعين وبالتالي نسميوها أصل معنوي. بعبارة أخرى الاهتلاك هو نقص قيمة التثبيتات. كما شفنا قبيلة كانت سيارة الإسعاف تسوى 500,000، في نهاية السنة أصبحت 400,000، وبالتالي سجلنا نقص. هذاك النقص في قيمة التثبيت تاعنا اللي هي سيارة إسعاف يسمى بالاهتلاك. درك الأسباب تاع النقص هذا راهي عديدة، منها مثلا التقادم الزمني، بلاك قديمة عندها بزاف من اللي استخدمناها، بلاك تدهورت القيمة تاعها نتيجة للاستخدام المكثف لها. قدر ثاني كاين اهتلاكات وين يصراو بسبب التقادم التكنولوجي إلى غير ذلك.
ننتقلوا للعنصر اللي بعده اللي هي التثبيتات القابله للاهتلاك. كما قلت لكم خاوتي دائما كي تشوفوا كلمه الاهتلاك لامورتيسمون رانا نهضروا على التثبيتات. درك التثبيتات دون فاسون جينيرال كامل قابله للاهتلاك ما عدا الاراضي. الاراضي اللي مسجله في حساب 211 يستثنى منها فقط اراضي الاستغلال كما تشوفوا في الصوره المقالع والمحاجر اي قابله للاستغلال. عندنا ايضا التثبيتات الجاري انجازها حساب 23 هذه لا تهتلك لانها لم تدخل بعد حيز الاستخدام. عندنا ايضا التثبيتات الماليه كما السندات الاسهم الى غير ذلك هذه غير خاضعه للاهتلاك. نروحوا درك نشوفوا طرق الاهتلاك. كما قلت لكم هنا عندنا ثلاث طرق ولكن ساكتفي فقط بذكرها وفي الاعداد القادمه ان شاء الله راح نشوفوا كل طريقه بصوره مفصله. اذا عندنا الاهتلاك طريقه الاهتلاك الخطي او ما يسمى بالاهتلاك الثابت، كاين طريقه الاهتلاك المتناقص اللي هي الطريقه التناقصيه، وكاين طريقه الاهتلاك المتزايد اللي هي الطريقه التزايديه. الى هنا خاوتي نكون وصلنا الى نهايه الفيديو، نتمنى انكم استفدتوا ولو القليل. نشكركم على المتابعه. لكل استفسار او تساؤل يمكنكم تركه في التعليقات وساحاول الاجابه. اذا شكرا وفي امان الله.